قاتل غضبان الشمري من قرية العالم. احنا قوات الصناديد التحقنا مع قوات اليبكة من اجل تحرير تل حميس وقراها من هذه القوات، وطلب طبعا احنا اتينا تلبية لنداء الاهالي لنا، وحاليا حررنا 150 قرية طبعا بمساعدة اليبكة، وان شاء الله متقدمين باتجاه تل حميس. احنا واخواننا اليبكة اقتحمنا قرية الطائف، والحمد لله رب العالمين قضينا على داعش في قرية الطائف، الحمد لله رب العالمين، ونشكر اخواننا اليبكة على مشاركتهم معنا ونحن واليبكة في خندق واحد.